معكم مجددا. المستهل بملفية التعاون وممثلا لرئيس الجمهورية يشارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالرياض في القمة العربية الإسلامية الثانية. وتبحث القمة تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، كما تندرج مشاركة الجزائر في هذه القمة ضمن سياق حرصها الدائم على نصرة القضية الفلسطينية وتضامنها المطلق مع الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم. في التعاون دائما حل صباح اليوم وزير الدولة وزير الصناعة المنجمية والجيولوجيا لجمهورية الكونغو برازافيل بيير أوبا على رأس وفد هام، وكان في استقباله بمطار الجزائر الدولي هواريب مدين وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المشتركة الجزائرية الكونغولية الرامية لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين. بموجب الحركة الأخيرة في سلك الولات والولات المنتدبين التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أشرف وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم راد أمس على تنصيب سعيد أخروف وليا لولاية سكيكدة بحضور إطارات الولاية والفاعلين المحليين. وبالمناسبة شدد مراد على ضرورة وضع انشغالات المواطن في صلب الأولويات. كما أشرف أمس وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية على تنصيب سليم حريزي وليا لولاية خنشلة بحضور إطارات الولاية والفاعلين المحليين. وبالمناسبة شدد وزير الداخلية على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التكفل بانشغالات المواطن. مراد أكد أن البرنامج التكميلي لولاية خنشلة يحظى بمتابعة شخصية من السيد رئيس الجمهورية الذي يسعى من خلاله إلى دعم الولاية بمشاريع هيكلة تسمح باستدراك تأخرها التنموي ورفع جاذبيتها الاقتصادية. وبولاية أدرار تمت مراسم تسليم واستلام المهام بين علي بوغرا ولي ولاية أدرار والعربي بهلول الذي عين وليا لولاية الوادي. وتطوير لسبل التعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والبنك الدولي، استقبل المدير العام للوكالة عمر ركاش وفدا عن البنك الدولي على رأسه محمد نادر المدير الإقليمي للازدهار بإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ثمن دور الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في تحسين مناخها الاستثمار من خلال مرافقة المستثمرين. تجسيدا لمبادرة شتاء دافئ، انطلقت بولاية جانيت قافلة طبية تضامنية إلى كل المناطق النائية لفائدة البدو الرحل. العملية تأتي ضمن المبادرة التضامنية للهلال الأحمر الجزائرية، ويتم من خلالها تقديم فحوصات طبية شاملة إضافة إلى إعانة تموينية في انتظار تعميم المبادرة على كافة المناطق الجنوبية. دوليا وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ارتقى فجر اليوم عدد من الشهداء والمصابين عندما استهدف طيران الاحتلال نازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كما ارتقى أمس 50 شهيدا في مناطق شتى من القطاع، أبرزها في مجازر وحشية في جبلي البلد شمالي غزة، منهم 36 شهيدا بينهم 15 طفلا. وفي مدينة غزة أقدم الاحتلال الصهيوني على إعدام 3 أسرى بعد إطلاق سراحهم. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوة الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، العملية أسفرت عن إصابة 4 فلسطينيين. ختام الموجز، شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة.